بسم الله نبتدي بداه ونلتمس رضاه سبحانه جل علاه، به نستعين وعلى هداه نستقيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أهلا بحضراتكم في دنيا ودين. بنتكلم النهاردة عن موضوع مهم جدا اللي هو العدة بالنسبة للمرأة. المرأة أصبحت مطلقة فأكيد في عدة لها، أصبحت أرملة جوزها مات ربنا يرحمه أصبح في عدة، لكن للأسف اللي بنشوفه في الواقع اللي احنا عايشين فيه كأننا في كوكب وكلام سيدنا النبي أو كلام المولى تبارك وتعالى في كوكب تاني. بمعنى إيه؟ بنشوف نماذج دلوقتي بتطلق النهاردة وتاني يوم لها عاملة فرح إن هي اتطلقت وعزم أصحابها وجايبة تورتاية والكلام ده. أنتوا متخيلين حد بالشكل ده هيطبق حاجة اسمها عدة أو هيفكر في حاجة اسمها عدة؟ شيء مهم جدا. هل الموضوع بسيط وممكن عادي يعني وخلاص جوزي ما كانش حلو في حقي وكان ابن 60 في 70 وحاجات كتيرة وحط 100 علامة استفهام بس كان جوزي وتوفاه الله ومات، هل يجوز عليه العدة ولا لا يجوز العدة واعمل اللي انا عايزه؟ هو ده اللي احنا نتكلم فيه مع دكتورنا الفاضل والجليل اللي دايما منورني في دنيا ودين، دكتور سالم عبد الجليل وكيل وزاره الاوقاف الاسبق. اهلا بك يا مولانا. اهلا بيك وسهلا، بارك الله فيك. تفضل يا دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله، وبعد. العده شرع شرعه الله سبحانه وتعالى في كتابه وعلى لسان نبيه عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. وأجمعت الأمة على وجوب العدة. تمام. لكن العدة بتختلف حسب اختلاف حالة المرأة. بل وربما أحيانا للرجل نفسه عدة. يعني إيه العدة يا دكتورنا؟ العدة هي الفترة الزمنية التي تمكث فيها المرأة أو يمكث فيها الرجل في بعض في حالتين محددتين. أيوه. تمكث فيها المرأة لا يجوز لها أن تتزوج. جميل. في هذه الفترة. تمام. إن كانت مطلقة فلها حالان، إما أن تكون حاملا أو أن تكون غير حامل. وإذا كانت غير حامل فلها أيضا حالتان. تمام. إما أن تكون في سن الحيض تحيض أو أنها تكون تخطت هذا السن فلا تحيض. وبالمناسبة دي قبل ما انتقل، البعض لما بيقرأ الآية الكريمة واللائي لم يحضن، يعني يقوموا يلبسوا على الناس دينهم، يقول لك الحق شوف الإسلام بيقول نتجوز البنات الصغيرات اللائي لم يحض. ما هو كون ده تفسكرهم. أيوة. السطحي الساذج جدا يقول لك كون القرآن قال اللائي لم يحضن لها عدة معناها جوزت. إن البنات الصغيرين اللي قبل المحيض تتجوز. هل ده منطق يا دكتور؟ أكيد لا. يعني هل أنت حضرتك النهاردة لو أي حد بص البنت في تالتة ابتدائي رابعة ابتدائي خمسة ابتدائي ستة ابتدائي يعني بتكلم على 10-12 سنة لم تحد بعد، هل فيها ما يدعو الرجل للزواج بها؟ بالتأكيد لا، يعني لا منطق ولا عقل. تمام. ولا حتى دين. لم يحضن ممكن تبقى في امرأة عندها إشكالية في الغدد صحيح فلا تحيض، ممكن يبقى عندها إشكالية في شيل الرحم، أشياء عديدة، ممكن تبلغ سن اليأس. تمام. الله، هو مش فيه امرأة طبيعة النساء بعد سن 50 بتبتدي. صحيح. مع تفاوت بقى يعني 51-54 يعني في تفاوت، لكن النسبة الغالبة بعد سن 50 تقريبا. أيوه. مفيش حيط. فليه احنا حصرنا المسألة في حتة واللائي لم يحضن يبقى معناها على طول ان الاسلام بيقول يلا روحوا اتجوزوا البنات؟ مفيش الكلام ده. مفيش الكلام ده. ده احنا على فكرة انا كنت ساعتها في العمل في وزارة الاوقاف لما مجلس النواب ساعتها مجلس الشعب اراد ان يرفع سن الزواج من 16-18. أيوة. كنا احنا اول الداعمين. لان هي الفكرة ايه؟ الفكرة ان البنت لما تحب تتجوز يبقى ينبغي على ولي امرها يشوف تستطيع ان تتحمل مسؤولية ولا لا. تمام. الزواج ما هواش مجرد شهوة بنقضيها مع بعض، ده بيت بنحمل مسؤوليته. والقرآن الكريم علمنا ان حتى البنت لما يبقى لها مال من ميراث او خلافه. أيوة. لا تأخذه الا اذا كانت تقدر. صحيح. على التصرف فيه. طب في سن معين كمان طبعا، والقرآن حطه سن الرشد 21. من اولى تربية اولاد وفتح بيت ومسؤولية اسرة ولا جميل. شوية فلوس؟
تمام. وبالتالي رفع سن الزواج ل 18 كان حكيم جدا. تمام. ولو رفع لابعد من هذا ما فيش مشكله، فما يجيش حد، انا اسف جدا، متنطع يقول لك الدين بيقول هو واللائي لم يحضن يبقى البنت الصغيره ينفع تتجوز. تمام. مش الكلام ده. طيب هنعرف العده للمراه. نعم. وحضرتك من بين السطور كده قلت العده للرجل، وده هيبقى جديد لبعض الناس. هنعرف ايه اللي بيحصل بالظبط، لكن استاذنك وناخد معانا استاذه وسام. اهلا بحضرتك يا فندم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضلي يا فندم. أحب أسأل فضيلة الشيخ على سؤال كده. اتفضلي. دلوقتي أنا جدتي متوفية، تمام؟ أنا حابة أطلع ليها زكاة كل سنة عادي أو كل فترة. تمام. مامتي بتقول لي لا ما ينفعش، لازم هي اللي تطلع الزكاة، يعني حد من عيالها، خالته، خاله، مامتي كده يعني. تمام. بس أنا بطلعها من فلوس بابا عادي اللي هو بيديهاني. تمام. من مصروفك يعني؟ مصروفي. تمام. حاضر يا استاذ وسام، وربنا يرحمها يا رب ويرحم جميع امواتنا، اللهم امين. اتفضل يا مولانا. ربنا يبارك لها، بنوته طيبه وجميله محبه لجدتها. تمام. ليه الام تمنعها؟ ليه تقول لها لا ده لازم حد من عيالها؟ ما هي برضه من عيالها جده طبعا. والابن الابن وما شكا ذلك في حكم صحيح. الابن. وحتى لو حد غريب لا حرج اطلاقا في التصدق عن اي ميت ولو كان غريبا. والصدقة بإجماع الأمة لا خلاف على أنها تصل للميت، مفيش خلاف في الصدقة. فيجوز صحيح. أن يتصدق الإنسان عن من مات له قريبا كان. تمام. من الدرجة الأولى أو درجة غيرها، أو ينفع حتى عن غريب. يعني لو أنا النهاردة طلعت صدقة عن جار كان محسنا أو كان رجل طيب. تمام. وأنا بحبه فطلعت عنه صدقة. هذا جائز إن شاء الله تعالى. صحيح. إيه الأفضل للإنسان يعمل صدقة عن نفسه في حياته. ما يستناش، ما يضمنش. صحيح. ما يضمنش حد يعمله ولا لا، فيعمل وهو عايش. لكن ماذا لو انا حبيت اتصدق عن جار لي وما كانش بينه وبينه اي علاقه غير الجيره؟ تمام. صديق ليا ما كانش بينه وبينه علاقه نسبيه ولا خلافه، فلا حرج اطلاقا في هذا، يجوز. جميل. وبالتالي بنتنا ربنا يكرمها تحوش مصروفها وتصدق عن جدتها، هذا شيء رائع وربنا يتقبل ولن تحرم الاجر. تمام. ده حتى في سوره الكهف اتعلمنا من حضرتك يا دكتورنا، وكان ابوهما صالحا. أيوة. قال لك كان الجد السادس او السابع. مظبوط. يعني مظبوط. ورغم ذلك مظبوط. القران وكان ابوهما. احسنت احسنت. تمام. احسنت. لما نرجع بقى للعده الله يكرمك. ايوه. احنا بنقسم حالة المرأة، اما ان تكون مطلقة او ارملة. تمام. لميت زوجها. الميت زوجها ليها عدة مختلفة، عدتها 4 أشهر و10 أيام. لا فرق. أيوة. في كونها صغيرة ام كبيرة. تمام. تحيض او لا تحيض، دي اللي جوزها متوفى، جوزها مات. تمام. الا ان تكون حاملا. فعدتها بوضع الحمل ولو كان بعد يوم او اثنين. يعني يبقى الحمل بيقطع كل الصلة خلاص. تمام. لكن إذا لم تكن حاملا فعدتها 4 أشهر و10 أيام. تمام. وبعض الناس بدأوا يتفلسفوا ويدوروا على الحكمة. أيوة. ليه عدة المتوفى عنها زوجها 4 أشهر و10 أيام، وليه العدة العادية أقل من ذلك التي لا تحيد 3 و3 شهور يعني، واللي بتحيد 3 حيضات ممكن تبقى 62 65 يوم مثلا. تمام. يعني فليه طول في عدة المتوفى عنها زوجها؟ والحق أن هذا تعبد. تعبد. يعني الأساس فيه التعبد. تمام. ما ينفعش نتكلم فيه بعقولنا البسيطة، وإن كان البعض اجتهد وقالوا عدة أشياء. من ضمن هذه الأشياء يا دكتور، قالوا أن المرأة لما بتكون في وضعها الطبيعي الحيض بينظف الرحم، نفسيتها حتى بتختلف والكلام ده كله. لما بتبقى حزينة على زوجها الأمور دي بتتأخر. بيحصل اضطرابات، فبتحتاج مدة أطول. صحيح. ده رأي. الرأي الثاني قال المرأة المطلقة لو ظهر عليها الحمل في أب هيدور عليه اللي هو الزوج حتى لو كان طلقها. تمام. إنما اللي مات ده هيدور إزاي؟ فيبقى المجتمع كله هيبقى هو المسؤول عن هذا الموضوع. و4 أشهر و10 أيام كفيلة بأن تجعل الحمل. أيوة. يظهر يتأكدوا ويبان. أيوة. بالضبط كده. لكن أرجع أقول مع كل التعليلات ومع تقديري واحترامي، هل تعلم يا سيدي الكريم أن هذه العدة تشترك فيها المرأة اللي عندها 90 سنة مع الفتاة اللي عندها 20-30 سنة؟ تمام. مفيش فرق. أيوة. لأن ده حق للزوج، بنسميه حتى فترة حداد. تمام. والعدة هنا بتفرق جدا عن المطلقة، فارق جوهري. مش بس ما ينفعش تتجوز، لا ده كمان ما ينفعش تعمل أي مظهر في مظهر فرحة وبهجة وسرور. أي مظهر. تمام. يعني النادي مثلا.
ممكن تكون بتروح نشرب الشاي ولا بتاع وترجع وخلاص، تخرج الاولاد مثلا انما مثلا. انما في مظهر مظاهر البهجه والسرور تمام. ما ينفعش تروح أيوة. ويبقى ندور على وسيله اخرى نرفع عن الاولاد ولا نطلع الاولاد مع غيرهم. طيب سؤال سؤال هقول لك استثنائي يا مولانا. الزوج ما كانش حلو في حقي وكان واكل حقي وحق الاولاد والكلام ده، بس هو كان زوجي وتوفاه الله تمام. هنا هتقول بقى الحمد لله أيوة. ان ربنا ازاح عنها مصيبه وبلوى تمام. دون اشكاليات، لكن يبقى التعبد يبقى في تنفيذ العده ملهاش علاقه خالص تمام. ملها. وهل لو كان صالح وطيب تقعد تحد عليه طول حياته صحيح طول حياتها تمام. ابدا. هي 4 أشهر و10 أيام او وضع الحمل. اذا هو دستور وقانون طبعا. الهي طبعا تمام. اللي يقلل العده من 4 أشهر و10 أيام حاجه واحده الحمل. بس ان تكون حاملا فوضعت، وده حصل في عهد النبي عليه الصلاه والسلام. امرأة أيوة. كانت حامل ومات زوجها، فلما انتهت أو وضعت حملها بدأت تتزين للخطاب تمام. مش بتعمل الحفلة زي ما حضرتك تفضلت أيوة. كده في بعض المجتمعات يعني، إنما أظهرت إن خلاص عدتها خلصت. والقرآن علمنا تمام. علمنا وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أيوة. فلا ينبغي أن تكون امرأة أو فتاة من غير زوج. ده الأساس. المجتمع يبقى فيه نوع من التكامل وترضى الزوجة بأنه يتجوز واحدة تانية يعفوها عن الحرام إذا كانت مطلقة، يكفل أيتامها إذا كانت مترملة وهكذا. جميل. فالشاهد أنه ظهرت هذه المرأة أيوة. وقد وضعت يعني بعض ما يدل على أن عدتها خلصت خلاص تمام. مظاهر الزينة اللي كانت ممتنعة عنها ظهرت عليها. فقبلها رجل وقال لها أما تمكثين في بيتك من غير تزين حتى تنتهي عدتك؟ قالت قد انتهت، قد وضعت حملي. قال لها لا، 4 أشهر و10 أيام تمام. قالت إذن أسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام. فسأل رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكانت الإجابة أن كذب أبو السنابل. والرجل يقول لها لسه عدتك ما انتهت شيء، قد انتهت عدتك بوضع الحمل. لكن ما فيش حمل، يبقى هتمكث 4 أشهر و10 أيام. ودي القرآن الكريم نص عليه تمام. في سورة البقرة. جميل. وعندي بالمناسبة دي في عندي آيتين في هذا الموضوع. أنا أعرف الآيتين يا مولانا، لكن أستأذنك دكتورنا الغالي وناخد معنا أستاذ أحمد. أهلا بيك يا فندم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، يا أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. كنت عايز بس أسأل الشيخ سؤال بعد إذنك. اتفضل يا فندم. دلوقتي أنا بصلي الحمد لله في وضع ربنا كلها، بس حكم شغلي مش بعرف أصلي السنة بس، يعني بصلي الفرد بس، وراح أصلي السنة كلها في البيت، فده عليه ذنب ولا معلوش ذنب؟ ربنا يبارك فيك. حاضر يا أستاذ أحمد، ربنا يعينك، شكرا جزيلا يا فندم. معانا أستاذة بسنت، يا أهلا بحضرتك. أيوة السلام عليكم. وعليكم السلام. برحب بحضرتك وبالشيخ سالم. أهلا بيك. شكرا. اهلا بحضرتك. عندي بس سؤال، انا جوزي متوفي من 15 يوم وعندي طفلين، وانا طبعا ظروف المعيشه والحاجات دي محتاجه ان انا اصرف كويس، فمحتاجه ان انا انزل شغل. هل ده عليا وزر انا دلوقتي في العده ولا معليش وزر بسبب ان انا محكوم عليا بطفلين ان انا اصرف عليهم؟ حاضر يا استاذه بسنت، وربنا يرحم زوج حضرتك أهل. وكل امواتنا اللهم امين. هنجاوب مباشره على استاذه بسنت على السؤال. الحين اول ندعو الله عز وجل لها، اللهم اجرها في مصيبتها واخلف عليها خيرا منها، وربنا يبارك لها في اولادها ويجعل فيهم العوض ان شاء الله تعالى، ويرزقها من فضل يا رب تمام. يستثنى من المحظورات اللي على المراه ايوه في اثناء العده من وفاه ان تخرج للضرورات. للضروره والوظيفه ضرورة، والعمل ضرورة الذي تنفق به على نفسها أيوة. أو على أولادها أو تحافظ على وظيفتها. يعني هفترض النهاردة أن بنتنا بسنت مثلا لو كان عندها تمام. أسرة هتعولها، أو كان في مال ترك الزوج هتقدر أيوة. تمشي به فترة العدة، وكانت موظفة تنقطع عن العمل فتفصل؟ لا. تحافظ على العمل، ما فيش أي مشكلة، وتخرج بأدبها وحشمتها أيوة. بضوابط بالضوابط المعروفة تمام. بس هتزود عليها بقى ما فيش خلطة أو بالرجال أيوة. وما فيش يعني حوارات والكلام ده كله، وتعود إلى بيتها فور انتهاء من العمل. يعني أي موظفة عادي ممكن تستأذن زوجها تمام. بعد العمل تروح مثلا مول مع زميلتها ولا بتاع تشتري حاجة لأختها. مش عارف إيه يعني. وحتى على فكرة يجوز للمرأة المعتدة من وفاة انه ان تذهب لجارتها في زياره لاختها قريبه منها من باب التسري عن نفسه، وده ليه سند تمام. احنا ما بنتكلمش من أيوة. الفراغ. السند هو ان نساء الانصار اللائي استشهد ازواجهن 70 شهيد
في غزوة أحد. تمام. فسبعين بيت في حداد. فالنساء طلبنا من سيدنا النبي أن يعني يحصل يعملوا شيء من التسري، فسمح لهن أن يصمرن معا، يعني يصمرن معا يعني تزور أختها جارتها تقعد معها تتكلم شوية وترجع بيتها تاني، فهذا تمام. لا حرج فيه. جميل. وأرجو من أختنا ربنا يكمل تروح لشغلها وتحافظ على شغل نفسها وربنا يوفقها إن شاء بإذن الله. استأذنك يا دكتورنا وناخد معنا أستاذ يوسف. يا أهلا بيك. أهلا وسهلا بحضرتك. اتفضل يا فندم. نعم. اتفضل سامين حضرتك اتفضل. هو هل انا وبصلي بعد ما بصلي لو سمعت اغاني هل كده صاد الصلاه بعد ايه؟ لو سمع اغاني بعد الصلاه. حاضر يا استاذ يوسف. عندك كم سنه يا فندم؟ انا عندي 17. حاضر. ربنا يحفظك ان شاء الله. معانا استاذ طاهر. اهلا بيك يا استاذ طاهر. يا ازيك حضرتك يا شيخ؟ اهلا بيك يا ابني. أنا كنت عايز أسأل، هو الأراضي السبع أراضي طباقة وسبع سماوات طباقة اللي مذكورة في القرآن دي هي الأرض اللي احنا عايشين عليها ولا؟ حاضر يا حبيب. حاضر. حاضر يا أستاذ طاهر. حاضر. شكرا جزيلا يا فندم. أستاذ أحمد كان بيسأل على موضوع الصلاة. أنا والله بحييه. أنا أحيي الشاب والرجل والمرأة اللي في عملهم. تمام. ويحافظ على قدسية العمل، يقوم يأدي الفرض، وما دام العمل طالبه ايوه يروح لعمله ويأجل السنه ما يروح البيت. تمام. واذا حتى لم يصلي لا شيء عليه. ليه يا سيدي؟ هو ادى الفرض، الصلاه ده فرض. تمام. خلاص كده؟ أيوة. يرجع لفرض العمل بقى. ادى الفرض. فلما ما يبقاش عندي انا ما بتكلمش على حد قاعد على المكتب مش فارق معاه. تمام. وبيقضي وقت وانا اسف. أيوة. في جيمز ولا في بتاع ولا في الموبايل يعني. في كلام مع الناس. تمام. مع بعضهم. لا ده يقوم يصلي السنه ويعين مع ربنا ويقرا شويه قران ما يقراش حاجه. جميل. انا بتكلم على الناس المشغوله فعلا. اللي بتشتغل بقى بجد يعني، اللي ربنا يعينهم، نفسنا نبقى كده. حد مشغول فمش هينفع اقول له افتح مصحفك واقرا قران، ورمضان جاي وانت عارف حضرتك. تمام. يعني الناس رمضان صحيح. بتحب اقرا يا عم في بيتك واقرا في وقت فراغك، انما في الشغل وقت العمل العمل عمل. جميل. نفس الكلام، صلي الفرض واجل السنه ما يجراش حاجه ما تروح. معلكش حاجه، ولو لم يصليها ما علوش حاجه برضه، بس ان صلاها قضاء لا حرج عليه ان شاء الله وله اجرها ويبقى العمل اوجب باذن الله. دكتوره استاذنك معانا استاذه ضحى. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك. اتفضلي. لو سمحت ممكن اكلم الشيخ؟ تؤمري يا بنتي. اتفضلي. ازاي حضرتك يا شيخنا؟ اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. كان عندي سؤال لحضرتك. نعم. كنت عايز اعرف ازاي ان ربنا سمع دعائي. ان ربنا ايه؟ سامع دعائك؟ الله. ايوه. نعم. حاضر يا استاذه ضحى. حاضر. شكرا جزيلا يا فندم. استاذ يوسف بيقول ان هو بيصلي ولو سمع اغاني بعد الصلاه يعني ما فيش حد فينا معصوم. تمام. بغض النظر الغنى وحكم الشرع، احنا عارفين كويس قوي الغنى مش كله حرام. تمام. الغنى لما يبقى فيه كلام مبتذل وموسيقى صاخبه وراقصه وحاجه كده يعني ده الغلط. تمام. انما لو اشياء يعني نسري بها عن نفسنا شويه لا يضر ان شاء الله تعالى باذن الله. بكلمات مؤدبه بكده ما فيش حرج في هذا. تمام. فيبقى يعني سدده وقاربه، لانه يشهد الدين احد الا غلبه. فكل ما هشدد مش هقدر. تمام. مش هقدر. فيبقى السداد والمقاربه بقدر الامكان. جميل. فلا فيش مانع يا ابني، ربنا يكرمك. وحتى لو حاجات غلط يبقى احنا بنستغفر ربنا وصلاتنا ان شاء الله اللي بعدها تكفر وربنا يكرمنا. اللهم امين. ما حدش فينا معصوم يا ابني، احنا طبيعي بشر، ربنا يكرمه. وكويس قوي في سن صغير، ذكرت 17 سنه. تمام بالظبط. انه يعني يبقى راجل حريص يعني على الحلال والحرام، ربنا يبارك له ويبارك. تمام. في ابويه اللي ربوه باذن الله. طب احنا في اقل من دقيقه انا استاذ صار كان بيسال على السبع أراضين. الارض التي نعيش عليها احدى هذه السبع. تمام. هل هي طباقا بقى افقي؟ ايوه. عفوا، راسي نازله لتحت يعني. تمام. واحده. أيوة. تحت الثانيه، ولا افقي وتبقى المحيطات دي هي اللي بتفصل بينها؟ تمام. قولا لاهل العلم. احنا ما نعرفش على اليقين. استاذه ضحى، هل ربنا بيسمع دعانا؟ طبعا ده لابد ان ندرك هذا، هيسمع دعانا وهيستجيبه. بس ممكن اقول له عايز 1000 جنيه ما يدهنيش عشان مش مقدرها لي مش في مصلحتي. أيوة. فيصرف عني سوء او يخلي لي اجر، فهو كده كده هيستجيب. طيب سريعا. احنا عرفنا عده الزوجه خلاص، طيب ايه عده الرجل؟ لا ده محتاجه تفصيل بقى. بس موضوع كبير. لا مش. طيب. كبير قوي. عده الرجل ان يكون متجوز اربعه. أيوة. فيطلق واحده. فما يزال هو كده زوج اربعه طالما في العده. فما ينفعش يخطب او يتجوز في الوقت ده. تمام. ادي عدته اهي. او ان يكون متجوز من امراه وطلقها ويريد ان يزوج اختها. تمام. فما أختها.
فما تزال ما دام الزوجه الاولى في العده أيوة. يبقى ما تزال على ذمته، ما ينفعش يتجوز اختها الا ما اما لو اتجوز واحده غريبه ما فيش عده. بالضبط. تمام. ربنا يحفظك ويكرمك يا مولانا. شكرا جزيلا. شكرا دكتورنا حبيب. الفاضل والجليل دكتور سالم عبد الجليل وكيل وزاره الاوقاف الاسبق. مكملين معكم باذن الله في دنيا ودين، وهيكون معنا ايضا شيخنا الفاضل والجليل الشيخ عيد اسماعيل، ولكن بعد الفاصل.